تنضم لينا الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم التعليم. أستاذة نيفين أهلا بحضرتك، وإيه أهمية استراتيجية تطوير التعليم الفني؟ الحقيقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يعني تبنت هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق نظام جديد للتعليم الفني، وده بمثابة برنامج مبتكر هيكون رأس الحربة في عملية تطوير نظام التعليم الفني المصري، وده على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام لتطوير ورفع مستوى العمالة المصرية، وده أهم شيء في الموضوع. طبعا الدولة بصفة عامة اهتمت في مسألة التعليم الفني وتبني هذه الاستراتيجية الجديدة اللي في المقام الأول بتقوم على يعني على أكثر من محور، أهمها طبعا تنمية مهارات الطلاب من خلال برامج قائمة على القدرات أو المهارات وتنمية المعارف لدى خريجي التعليم الفني، وأيضا السلوكيات من خلال تدريب المعلمين، ويعني المعلم يكون معد بشكل يتناسب مع هذه المنهجية الجديدة، من خلال أيضا تطوير منظومة المدارس بتاعة التعليم الفني وإنشاء مدارس جديدة زي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهذه المدارس بتعتمد يعني بشكل كبير على الشريك الصناعي، ومن خلال التعاون مع الشريك الصناعي في إنشاء هذه المدرسة وتلبية احتياجاته. نعم. ومعرفة الأمور التي تتطلبها. نعم. المؤسسات الصناعية والشركات الصناعية. وطبعا هذه المدارس عليها إقبال كبير جدا بالتأكيد. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم التعليم.